نحكي اليوم عن مفهوم غشاء البكارة والعذرية. ما راح نفوت بتفاصيل العذرية لأنه هذا الموضوع كتير شخصي حسب كل واحد واقتناعته، بس راح نحكي شوي طبيا عن غشاء البكارة. أول شغلة لازم واحد يعرفها أنه في بعض النساء بيخلقوا هن وصغار من دون غشاء، يعني مش كل النساء عندهم غشاء البكارة، وبعض الغشاء بيكون مختلف عن غيره. يعني بعض النساء عندهم غشاء مطاط وبس تصير أول علاقة جنسية ما بينزف وما بينزل دم، لأنه بس بيكون المغط وبيروح بعدين مع الولادة. وفي أشخاص، بس هذا الشيء كتير نادر، بيكون عندهم غشاء شوي أطخن، وهذا الغشاء رح يعذبهم أثناء أول علاقة جنسية، بركي يوجعهم أو بركي ينزف أكتر من غيره. بس بذكر أنه هذا الوضع بيكون عادة نادر جدا. وفي كتير أسئلة عن هل في الواحد يخسر غشاء البكارة بالغلط أم بحادث. هلأ بعض الممارسات مثل الدراجة أم بعض الرياضة أم وضع التامبون اللي هي الوداد القطنية اللي بتنحط أثناء الميعاد فيهم يوسعوا شوي الغشاء البكارة أم فيهم بالغلط مضبوط يخزقوا غشاء البكارة. إنما هذا النوع من الخزق منه خسارة للعذرية بما أنه ما بيكون صار فيه علاقة جنسية بعد. وبدنا نذكر موضوع أنه بس الطبيب يفحص المرأة في يقول إذا في غشاء أو ما في غشاء، بس ما في يقول إذا المرأة مارست الجنس أم لا. بالحقيقة ما في إلا المرأة اللي هي بتعرف إذا مارست أم ما مارست. لذلك لازم نتقبل أنه في بعض النساء بركة ما ينزفوا أول علاقة، أم لأنه خلقوا من دون غشاء، أم لأنه انخزق الغشاء بالغلط، أم لأنه الغشاء تبعهم مطاط، أم حتى لأنه أول مرة كانت بجو كتير إثارة فانفتح الغشاء من دون ما يوجع ومن دون ما ينزف. وإذا حابين تشوفوا مواضيع أكتر عن مفهوم العذرية وغشاء البكارة، أما إذا عندكم أسئلة عن كيف المرأة فيها تحبل أم ما بتحبل، فيكم تشوفوا الفيديوهات الموجودة على قناة لوليا، وأكيد تابعوني على ماي سوشيال ميديا تويتر فيسبوك ويوتيوب. باي باي.